إذن مشاهدينا الكرام، النزال الذي يجمع بين اللاعب الجزائري أكرم عكاك في الركن الأزرق واللاعب عزيز فلاك في الركن الأحمر والذي يمثل دولة ومملكة المغرب الشقيقة. نعم مشاهدينا الكرام، مواجهة صعبة. شوف التحركات، تيب ممتازة من اللاعب عزيز يحاول يأمن فيها المسافات، هوك يميني كان جميل، ومحاولة من اللاعب أكرم من أيضا التقدم وتوجيه بعض الهجمات، ركلة على مستوى الجسد قوية، جسد هذه اللكمات وتقدم من اللاعب المغربي حتى الآن هو الذي يدير النزال لصالحه. يا الله، سبينينج باك إلبو أكرم، أتمنى له السلام. الله، قوية قوية قوية